في بداية الحلقة كنت بحكي لحضراتكم عن إنه في ألغاز كتير موجودة في العالم، بس الحقيقة في لغز الناس كلها وقفت عنده، وهو لغز اختفاء الطيارة الماليزية اللي اختفت سنة 2014. الطيارة طلعت من ماليزيا وكانت رايحة الصين. الطيارة دي طلعت بشكل عادي، كان عليها أكتر من 200 راكب، وبعدين السلطات في ماليزيا كانت بتتواصل مع الطيار وبتقول له يعني انت خلاص هتخرج من الحدود الجوية بتاعتنا، هتخش على الحدود الجوية بتاعت فيتنام، هناك هم هيتواصلوا معاك علشان يأمنوا مسار الرحلة بتاعتك. شوية وبعدين مفيش اي تواصل حصل مع الطيارة. شوية كمان ابتدوا يحاولوا يكلموا الطيارة، ما بيوصلولهاش. الطيارة اختفت من على الرادار تماما، ملهاش اي وجود وملهاش اي اثر. على طول السلطات في ماليزيا ابتدت تبعت الطيارات علشان تشوف الطيارة دي راحت فين، واتحطت ثلاث احتمالات: هل الطيارة وقعت في المحيط، راحت الطيارات وراحت السفن علشان تبص على الطيارة ملهاش أي أثر. طيب الاحتمال الثاني، هل الطيارة دي انفجرت كلها في الهواء وملهاش أي وجود دلوقتي؟ ابتدوا يدوروا على حطام الطيارة، مفيش وجود ليه. جثث الركاب ملهمش أي وجود. أهالي الركاب اللي واقفين في المطار في الصين قالوا طيب احنا دلوقتي بما ان الطيارة مختفية احنا هنكلم الركاب على الطيارة، اهالينا اللي على الطيارة دي. الغريبة انهم لقوا التليفونات بتاعتهم بترن، ودي كانت حاجة غريبة جدا، ومعناها انه الطيارة موجودة في مكان فيه تغطية للشبكة بتاعت المحمول. طيب السلطات في الصين قالت هنعمل ايه؟ السلطات في ماليزيا قالوا اكيد كده الطيارة اتخطفت، ملهاش حل تاني. يستنوا شهور علشان حد يكلمهم يتفاوض، علشان يطلب فدية، علشان أي طلبات، مفيش أي تواصل يحصل. ولحد النهاردة الطيارة دي مختفية وملهاش أي وجود وتفضل لغز. ده واحد من المواضيع اللي هنتكلم عنها النهاردة في فقرتكم حقيقة ولا خيال، اللي بقدمها أنا أحمد يحيى، وطبعا مع الدكتور والباحث في علوم ما وراء الطبيعة محمود صلاح. مساء الفل يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي. عايز أعرف سر أنا معرفوش عن الطيارة الماليزية دي خالص. مبدئيا احنا بننفرد بنشر أسماء كل من كانوا على متن هذه الطيارة الماليزية. اللي قدامنا هي أسماء لعدد من المتوفين، ربنا يا رب يرحمهم. احنا معانا لستة بأسامي كل الناس اللي كانوا موجودين في الطيارة الماليزية، ما اعتقدش ان في حد قدر ان هو يعرضها قبل كده بهذا الشكل. احنا معانا أساميهم كلهم، ويا ترى نستفيد ايه لما نعرض أساميهم؟ هم مش موجودين. انت ليه بتقول متوفين؟ حسب ما هما بيقولوا. انا جاي لك في الكلام. ماشي. الحقيقة ان احنا معانا اللستة اللي فيها عدد من الأسامي الخاصة بيه من فقدوا في الطيارة الماليزية، ومعظم الجنسيات صينيين، ادينا شايفين بالظبط كده. بالظبط احنا بنتكلم هنا عن فقدان، ناس من ماليزيا، تايوان. صحيح، عندنا فقدان للطائرة واختفاء من شاشات الرادار تماما. طبعا الكلام ده في 2014، فالحقيقة بعد 10 سنين من الموقف انا ما رضيتش اتكلم طوال الفترة اللي فاتت الا لما يكون تحت ايدينا حاجة ممكن تكون قوية في هذا الموضوع. تعال نتفرج كده على الفيديو اللي قدامنا ده، وهذا الفيديو تم تصويره من أحد الأقمار الصناعية الأمريكية للطائرة الماليزية. يعني دي الطيارة؟ دي الطيارة الماليزية، وهذا التصوير من أحد الأقمار الصناعية الخاصة بأمريكا. وهتلاحظ مع التصوير نفسه لو بعدنا الزوم شوية هتلاقي أن هناك ثلاث أجسام غريبة بتحوم حول الطيارة. شايف المنظر؟ بتلف حواليه. الله ينور عليك. دوائر. الله ينور عليك. ثلاث أجسام بيلفوا حوالين الطيارة، بس هو المنظر انت شايفه ده. كأنهم مربوطين ببعض الثلاث أجسام. الله ينور عليك. ده يفكرك بإيه؟ يفكرك بالأجسام الفضائية مجهولة. نقف بقى هنا علشان نفسر ده إيه؟ وليه الطيارة الماليزية؟ في ثلاث أسماء من الناس اللي كانوا في الطيارة الماليزية هم من العلماء الصينيين المهمين. الأسماء جت تانية إيه؟ لا لا، في ورقة مختلفة معانا برضو فيها ثلاث، فيها أسماء الناس لثلاثة علماء صينيين. احنا دي لستة اللي موجودين على الطيارة المفقودين كلهم. ماشي. في ورقة فيها ثلاث أسماء لبعض العلماء الصينيين. الناس دي كانت وظيفتهم ايه؟ الناس دي كانوا تفسهم، لا هي ورقة تانية مختلف، معلش الأوراق كتير، ما الناس عايزة ورق، فيا مكتر الورق بقى، ما احنا جبنا لهم مصادر كاملة. ففي ورقة كده مختلفة موجودة في البحث، في البحث العلمي نفسه. الثلاث أسماء دول تمام بالظبط هم الثلاث اسماء اللي في الاول دول اللي فوق دول.
انا طبعا ما بعرفش اقرا صيني، لو كنت اعرف بالظبط. هي مجموعه الاسماء اللي فوق دي فيهم ثلاثه من ضمن العلماء الصينيين. الثلاثه دول عملوا ايه؟ كانوا شغالين على مشروع مهم جدا، وهو تحويل الاجسام المعدنيه بصفاتها الى اجسام سائله مع الاحتفاظ بكامل خواصها. ركز معايا بقى عشان الموضوع هيحلو. ركز معاك، الله ينور عليك. ودي هنا الصيغه البحثيه اللي اشتغلوا عليها. التلات علماء دول كانوا شغالين على تحويل المواد الصلبه المعدنيه الى مواد سائله محتفظه بالخواص بتاعتها كامله. ماشي، جميل. هذا التطور التكنولوجي مش موجود في امريكا. هذا التطور التكنولوجي مش موجود في امريكا، رغم ان امريكا سباقه جدا بالعلوم اللي عندها، لكن البحث العلمي اللي قدامنا دلوقتي ده اللي عملوه الثلاثه العلماء الصينيين في الواقع مش موجود في امريكا. ماشي، هو ده حل اللغز. هذه الطياره لو خلاص يعني ده هنا مثال ليه الساده المشاهدين اللي بيحبوا يتفرجوا على التقارير، يعني نحاول نوفر عليهم الوقت بس. ده هنا مثال للتحويل بشكل معين من الحالة الصلبة للمعادن إلى الحالة السائلة. أنت عارف يعني يبقى معدن سائل بيحتفظ بخواصه كاملة؟ قيس على ده كل المعادن. هم عملوها بشكل ابتكاري غير طبيعي، وركبوا الطائرة الماليزية. وزي ما أنت قلت يا صديقي في مقدمة الحلقة، إن الناس لما كانت بتتصل بالمفقودين كانت موبايلات بترن، يبقى ما انفجرتش، يبقى الموبايلات ما اتدمرتش. يبقى معنى كده أن الثلاث أجسام اللي كانوا بيسيروا حول هذه الطائرة، وهو مش جزء خيال علمي، هم نقلوها من مكان إلى مكان آخر تابع لجهة ما. وهنا يجي السؤال المهم اللي أنا بحب أسأله جدا جدا جدا. جات لك منين؟ جات منين الفيديوهات يا دكتور؟ إيه مصدر الفيديوهات؟ إيه مصدر الورق؟ الفيديو ده متداول الحقيقة. ماشي، ده موجود على الإنترنت؟ الفيديو ده موجود على الإنترنت، اللي هو بتاع الأجسام، بتاع الأجسام اللي بتحوم حول الطيارة. وأنا تأكدت منه أكتر من مرة. خلي بالك أنا في الأول ما عجبنيش، لكن لما رجعته بشكل أكثر دقة وتأكدت من المصدر أن هذا الفيديو حقيقي، أنا عرضته عشان نبرهن أكثر. عرضنا البحث العلمي الخاص بالتلت علماء الصينيين اللي كانوا راكبين هذه الطيارة. رقم واحد، أنت بتقولي تأكدت أن الفيديو ده مش مفبرك. طب رقم اتنين، التصوير ده على فكرة من قمر صناعي. مين اللي قال أنه ده للطيارة الصينية المفقودة أو الطيارة الماليزية المفقودة؟ أنا اللي بقول. ماشي، انا بحب ال وانا بقول بعد 10 سنين، بعد 10 سنين انا بحب الثقه، واحب واتبسط جدا ان انت تقولي الحاجه بمصدرها. بص يا احمد، في مصادر انا مش هقول عنها حاجه. انا في بعض من الاحيان، هل انا هناك بعض الاشخاص حتى العاديه بترسل ليا بمعلومات؟ اكيد. زي ما العالم في شر كتير، في خير كتير، في ناس بتحاول تساعد انها توضح الحقيقه للناس. وانت شايف ان في حد في الاقمار الصناعي بتاع امريكا في خير جواه؟ لا 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 خالص، دي مش جاي لي من امريكا والله. انت بتقول لا ده متداول. متداول، الفيديو متداول، لكن الناس مش هتعرف ان هو حقيقي. بالظبط، متداول. يعني صح. ايه خرج من الأمر الصناعي الامريكي مسربا من حد عنده خير جواه وسربه من الأمر، نشره بشكل معين؟ عشان نبقى واضحين، احنا عرضنا اسماء العلماء الصينيين وعرضنا البحث العلمي الخاص بيهم وعرضنا شكل الطيارة بالثلاث أجسام اللي كانوا بيلفوا حولها، خلاص؟ وأنا بأكد لك أن هذه الطيارة لم تنفجر، وأن من كانوا على هذه الطيارة هم أحياء في مكان آخر محتجزين. مش الأيام جاية؟ بتوع الطيارة الماليزية من 2014 لحد النهاردة عايشين ومحتجزين؟ كلهم؟ تراهن؟ أراهن. الأيام جاية. الأيام جاية. خد بالك ان كل الناس لا اللي انا براهنك بجد. ماشي. انا براهن. انت بتقول لي دلوقتي ان بتوع الطياره الماليزيه اللي اختفت من 2014 هذه الطائره لحد النهارده، هذه الطائره تم اختطافها ونقلها من مكان الى مكان اخر باستخدام تكنولوجيا غير معروفه، وهي الخاصه بالثلاث اجسام اللي كانوا بيدوروا حولها. اقسم لك بالله على الكلام ده. والايام جايه، خلي بالك ان هم لقوا اجزاء منها وقال لك ان الجزء ده بتاع الطياره وده بتاع ما اعرفش. الكلام ده كله غلط، هم ما لقوش اي حاجه تخص الطياره الماليزيه دي خالص. وانت حليت اللغز في بدايه الحلقه. اللي ما عملوش حسابه ان الناس هتحاول تتصل بيهم مجرد ما يعرفها. لو كانت الطياره دي انفجرت، الاجهزه ما كانتش كلها ترن، لان تم الاتصال باكتر من حد داخل الطياره وكانت الموبايلات بترن. اخر سؤال عندي سريع جدا، انت جبت برضو الوثائق بتاعه اسماء العلماء منين؟ الباحث الشاطر يقدر يجيب معلومات. مش الناس عايزه وثائق؟ بحثت فين يعني؟ بحثت على جوجل؟ صلي على النبي. بالراحه. مش الناس عايزه وثائق؟
طول الوقت عايزين ياكد اللي بتقوله. حلو قوي. انا قلت لك علشان نبرهن للناس انا جبت لك اسامي كل اللي كانوا ركاب الطياره وجبت لك اسامي العلماء وجبت لك البحث العلمي بتاع العلماء قدامك. الناس عايزه تشكك في ايه تاني؟ انا قلت لك رايي ان هذه الطياره تم نقلها باستخدام اجهزه متطوره من جهه ما او من بلد ما للحصول على الثلاث علماء اللي كانوا موجودين جوه الطياره. ما كانوش يقدروا يفجروها، لان ممكن يقولك طب ما كنت فجرت الطياره. لا، ما هو انت لو فجرت الطياره الاثر اللي هيتبقى منها الحطام هياكد لك ان انت في جهه مسؤوله وهيبقى في هنا سين وجيم. لكن الاسهل بالنسبه لي انا لو انا دوله شاطره وعايز احصل على العلم الموجود عند ثلاث علماء من دوله تانية انا اخفيها خالص باستخدام تقدم تكنولوجي عندي، نفس اللي كان بيحصل في مثلث برمودا، قريب جدا من اللي كان بيحصل في مثلث برمودا. تكنولوجيا متقدمه موجوده عندهم، اللي عايز يصدق يصدق، الفيديو موجود واسامي العلماء موجودين. اوعى تقول انها مصادفه ان ثلاثه من اهم العلماء يكونوا مركبين في الطياره دي وكان عندهم علم ممكن يقلب الحياه اللي احنا عايشين فيها فعليا. بتقدم تكنولوجي معين كانت الدنيا ممكن تتقلب بهذا التطور العلمي المذهل. الطياره اختفت، واحتمال في المستقبل تظهر او تظهر ادله اكتر تؤكد ان الكلام صح. احنا متراهنين، وانا متراهن معاك، احنا متراهنين. انا موافق. ماشي، انا بقول لك قناعاتي وبقول لك بوضوح قدام الناس ولكل من يشكك. وانا بقول لك الطياره دي مش هتظهر ولا الركاب بتوعها هيظهر؟ وانا بقول لك الركاب دول عايشين. عايشين؟ انا ما انا بقول لك مش هيظهر. الركاب دول عايشين والايام جايه. وهفكرك الدكتور والباحث في علوم وراء الطبيعه محمود صلاح، نورتنا في القاهره اليوم زي كل مره. ربنا يخليك، انا مبسوط بوجودي معاك كالعاده يا حبيبي.